اهلا بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخر فقرات صباح الخير يا مصر. النهارده احتفلنا مع حضراتكم باول ايام العيد، لكن كمان عملنا حسابنا الحقيقه على مشكله دايما بتحصل في العيد، وقلنا نحاول نحلها كده قبل ما تحصل. خلاف بسيط دايما بيحصل بين الزوج وزوجه في اول يوم العيد، هعزم والدتك ولا هعزم والدتي؟ طب هنروح اول يوم عند ماما ولا هنروح عند حماتي؟ نعيش بقى كده في الدوامه دي، بيحصل خناقات والعيد يبوظ. فخلينا نعرف كده مع بعض من البدايه الاتيكيت بيقول ايه. اكيد الاتيكيت كده ليه روشته وليه خطوات، خلينا نعرف الخطوات دي، نعرف الروشته دي، ونعرف قاموس الاتيكيت بيقول ايه السنه دي عن فن تقديم الهدايا كمان في الاعياد والمعايدات وما الى ذلك، عشان دلوقتي بنشوف حاجات كده كتير غريبه وجديده علينا. خلينا نعرف اذا كانت صح ولا مش صح من دكتوره شيماء البهي، خبيره الاتيكيت وعلم الاعصاب. صباح الخير عليكي، صباح النور، نور حضرتك. ميرسي. ابدا معاكي بالخناقه ولا ابدا معاكي بالمعايدات؟ خلينا بالحاجات الحلوه الاول. طب ابدا معاكي بالمعايدات. اوكي. موضوع بقى البرودكاست او الرساله اللي اتبعت لناس كتير قوي، نفس الرساله كانت اتبعت للناس كلها، ومشكله الناس بتزعل، انت ازاي ما رجعتش؟ ازاي ما ردتش عليا؟ قولي لي بقى الموضوع، انا بالنسبه لي ضده. بصي معاكي تماما، هو لازم الموضوع ده يقف تماما. ليه؟ لان اللي بيبعت رساله للناس كلها هو مش عارف هو بيبعت لمين، يعني بيبعتها سنت تقول انت مش عارف انت بتبعت لمين، وانا لما بيجي لي منك وبيجي لي من ناس تانية نفس الكلام، طب انا هرد على مين ومين؟ الحاجه الثانيه ان انا مش بحس ان فيها خصوصيه او ان انت فاكرني او المعايده دي ليا بالاخص، هي حاجه بعتت للكل. فطب نقدر ان انا ممكن اقول تيب صغير نقدر احنا نتغلب على ده، يمكن انا عايزه اعيد على ناس كتيره وما عنديش الوقت ان انا اكتب ده كله، فانا ممكن اعمل دباجه شيك بس كل مره هبعتها لحد هحط اسمه، لان من الشياكه في الكلام ان لازم اقول اسم اللي قدامي. بالعكس انت بتكسب ود اللي قدامك بانك تذكر اسمه كل يعني من وقت للتاني في الحوار، فكل سنه وحضرتك طيب يا فلان، حتى خدها كوبي وبيست بس اوعى تحطها باسم حد تاني، يعني نركز كده كحلها عملتها خالص يعني بوظت الدنيا. فدي دي دي حاجه حيله صغيره بس بتخلي الموضوع شكله شيك وبيخلي اللي قدامك لازم هيرد عليك طبعا، لان هي حاجه جايه له بالاخص، بتفرق جدا. طب هل انا ينفع على الفيسبوك مثلا او على شبكات التواصل الاجتماعي ان انا احط صوره واعيد على الناس كلها؟ اه المشكله انا بعيد على كل الناس اللي انا اعرفهم، لكن بقى ده لا يغني على ان انا اكلم قرايبي واكلم اصحابي واكلم الناس القريبه مني اللي احنا متعودين نكلم بعض، يعني الرساله دي لا تغني عن الناس القريبه اللي انا وصلت الخروف وعيد سعيد اللي بتتبعت على كل حاجه. لا دي بقى في فويس لا بقى في فويس مسج كمان بتاعت انا قبل اي حد كنت لا الموضوع كبر يعني الموضوع بيتطور يعني بس هو هل المجتمع يعني عشان الدنيا اصبحت اسرع و يمكن على شبكات التواصل الاجتماعي الواحد عنده عدد كبير من الناس حقيقة. مثلا فالناس بقت تستسهل او تكسل انها تعايد زي زمان؟ الناس بتكسل يبقى ما عايدش احسن، يعني ان انا اعمل الحاجه نص نص، ان انا اعملها صح او ما اعملهاش. فانا في ناس لازم كده كده هكلمهم عايدة عليهم، جدي وجدتي ووالدتي، الناس اللي هم اولا المعايده بتكون من الاصغر سن للاكبر، يعني انا اتوقع ان في العيله الاصغر مني هم اللي هيكلموني وانا هكلم الاكبر مني. ده اساسي. طبعا العاديه الكبير هو اللي بيديها للصغير، دي حاجه لطيفه دور على صح ما بتقفش. لا 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 دي ما بتتغيرش خالص. ثانيه واحده اتمنى يكون ابويا وامي بيتفرجوا دلوقتي. دي ما بتتغيرش، انا بقى لي كام سنه ما خدتش عيديه، حاجه مثلا بتاعت 20 سنه تقريبا ما خدتش عيديه. انا ماما فهمتني ان هي اتغيرت، والله فعلا الموضوع اتغير 20 سنه دلوقتي بقى الصغير هو بيدي العيديه الكبير. بصي هكمل بس على الحته دي، ان في احيانا بقى مامتنا وبابانا بيكبروا في السن مش بيشتغلوا واحنا دلوقتي بنشتغل، فساعتها احنا حاجه رمزيه انا موافق لو في ربع جنيه الورق بتاع زمان بس افتكرني. بس هي الفكره دي بتبقى حلوه قوي، وحلوه قوي ان العيديه كمان تبقى النقود جديده وبعدين ما اجيبش الفكه، يعني لو اقدر اخلي النقود اللي هي تبقى ورقه واحده بيبقى شكلها احلى واشيك. احنا كنا متعودين دايما ابويا وعمامي كان يوم العيد الصبح في الاستك كده متجمعين شويه فلوس جديده يروحوا يجيبوها من البنك قبله وبظرف ابيض كده. ايوه نقعد نعدها تمام. عايز تاني ولا كده كفايه؟ لا انا ما كنتش كمان ولا كده كفايه اللي هو ما ببقاش عارف ارد. طب اقول كده كفايه واقطع رزقي ولا اقول كمان وابقى قليل الذوق؟ ما كانش عندي رفاهيه زياده ولا القهوه كان سعر موحد. طيب دكتور نيجي بقى الخلافات الزوجيه. اوكي الام ولا الحمل اول ولا يعني ايه اللي بيحصل؟ ايه المفروض يحصل بقى في الموضوع ده؟ والمفروض اصلا يعني انا دلوقتي لو واحده متزوجه المفروض ان انا اعزم اصلا امي وحماتي ولا المفروض ان انا اروح لهم؟ المفروض البدايه فين ومع مين؟ طبعا
طيب بصي، مبدئيا احنا اول يوم في العيد ده للقرايب اللي من الدرجه الاولى، يعني الام والحما والاخوات اللي هم الناس القريبين قوي قوي مني. اليوم الثاني ده بخليه للخلان والناس القرابه من الدرجه الثالثه. اليوم الثالث للاصحاب، ما ينفعش ابدل. اوكي، طب اروح لحماتي الاول في اول يوم ولا مامتي في اول يوم؟ احنا يا جماعه بنتفق، يعني نتفق قبلها بفتره عشان نتجنب اي خلاف. فاحنا قبل العيد ده بفتره هنتفق، طب احنا نروح هنا الصبح وهنا بالليل او نعكس؟ ما فيهاش حاجه. ولو انا جاملت حد على حساب حد العيد ده، يبقى العيد اللي بعديه اعكس. يعني بس هو الاتفاق ما تبقاش مفاجاه. يعني بتقولي الناس مفروض تمشي في السيناريو بتاع شبه مثلا احنا هنفطر عند الام وهنتغدى عند الحما، والعيد السنه الجايه هتبقى مثلا عند الام الفطار والحما الغدا، يبقى تبادل. يبقى تبادل. والله في عيله عامه بتحب انها تصحى بدري تفطر بدري، في عيله بتصحى متاخر، يعني لو كل راضي ممكن نمشي كده طول العيد. فهي الموضوع بالاتفاق اهم حاجه، بس ما نخليهاش مفاجاه، يعني ما نجيش قبليها بليله العيد عشان هتحصل مشكله هنروح فين ونتخانق. فاحنا نتفق على ده قبليها بفتره. هو في مشاكل كتير بتحصل في العيد ده في حاله ان احنا ما جبناش لبس العيد، طب الولاد، طب هنروح الحاجات اللي بتحصل دي. قصص كبيره قوي، مش عارفه ان عيدي يقصد بس يعني بس طب ده في حاله ان انا هروح. بالظبط. لو في حاله ان انا هستقبل نفس الكلام، هو المفروض ان الصغير هو اللي بيروح للكبير علشان ما يرهقوش ان هو ينزل ويجي، فاحنا بنروح. وحلو ان انا لو رايحه في بيت مامتي ان انا اروح بدري شويه لو اخواتي جايين عشان اساعدها، لان ده يعني بدل ما هي تقوم وتتعب وهكذا. طب نفرض الام والحما ما يقدروش ان هم يستقبلوا حد في البيت خالص، صحيا ما يقدروش، لو انا اروح اجيبهم لغايه عندي في البيت. فهي الفكره ان هي احنا بنشوف الصح فين او الصالح فين بالنسبه للكبار. ودلوقتي يكون احسن واحسن عشان ظروف كورونا ان احنا لو هنتجمع، ليه لا نتجمع في مكان عام؟ لو احنا هنضطر ان احنا يعني لو في مجموعه كبيره بدل ما نبقى في بيت مقفول ممكن نخرج في مكان عام. فهي فكره الاتيكيت ان هو مرن، يعني حسب الظروف انا بشوف الصحه فين والمصلحه العامه فين وبمشي معاها. طيب في ناس بيبقى حاسه باحراج شويه لما بيذبحوا اول يوم العيد ويبقوا عايزين يوزعوا اللحمه على مثلا الجيران او القرايب، فعاده يعني كده كنا بنشوفها حتى في الافلام العربي، لا يفتكروا ان احنا بنقول لهم ان هم يعني حالتهم الماديه متعذره، فلا بلاش نبعت لهم. ومن الناحيه الثانيه تلاقي جيران ايه ده، شفت دول ذبحوا وما وزعوناش حتى ما افتكرناش بنص كيلو لحمه. صح. التعامل بيكون ازاي في الموضوع ده؟ هو انا لما بزور اي حد بصفه عامه لازم ادخل بحاجه، وحلو ان انا يعني احيي شعائر المناسبه. يعني انا لو رايحه في العيد الصغير هجيب كحك، لو انا رايحه في العيد الكبير وذبحت هاخد لحمه، حتى لو رايحه لمامتي، حتى لو رايحه لحماتي، هو ده الصح. طيب جيراني انا لازم افتكر الناس اللي حواليا طبعا. ده حتى المفروض ان تلت الاضحيه دي بتاعتنا واحنا نقدر نوزعها كمان على قرايبنا او الناس اللي قريبين قوي مننا، نهدي بيها يعني قرايبنا واحبابنا. فهو ده الاتيكيت، ان انا ما اعملش ده مش من الاتيكيت. زي ما كان عندنا دايما اعتقاد ان لما حد يجيب لك هديه عيب تفتح الهديه قدامه عشان كده يقول ايه، لا يقول ان انت بالعكس ده الاتيكيت، انت تفتح الهديه قدامه وتبين فرحتك بيها. طب افرضي الهديه ما عجبتنيش اعمل ايه؟ يعني طيب الهديه مش عاجباني. طيب لا يعني هنا لازم هتبين حتى تشكر الشخص المجهود اللي عمله، يعني اكيد طبعا. فهي حتى لو حد دخل عليك في البيت بحاجه لازم تفتحها، تورته او حاجه في اي مناسبه بتفتحها وتعزم عليه منها. حتى طبعا لو جايب حاجه ديزرت او حاجه حلوه تقدمها له وهو جاي ياخد منها. يعني الناس فاكره العكس بس هو لا، هو يعني من الذوق ان انت توري له فرحتك بالحاجه اللي هو جابها لك. دكتور شيماء احنا يعني حقيقه سعاده بوجود حضرتك معانا. يمكن حضرتك قلت لنا على تيبس كده او نقاط مهمه ناخد بالنا منها في العيد والاتيكيت، لانه الاتيكيت الحقيقه يعني لو الناس اتعاملت بيه بيسهل علينا حاجات كتير قوي جدا. والاتيكيت من الاديان على فكره، يعني احنا لو مشينا على اصولنا والاديان بتقول ايه ومشينا عليها نلاقي الدنيا بسيطه. صحيح. قوي قوي يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا في صباح الخير يا مصر طبعا. خبيره الاتيكيت طيب. شيماء البهي نورتينا مره ثانيه. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. طيب وحياتك طيب.